ونودعكم على إيقاعات ملتزمة ومختارة من مهرجان الأغنية الهادفة بمدينة الفقيه بن صالح. المهرجان ينظم سنويا، عسى أن يبعث الوهج والبريق لفن المجموعات الغيوانية، مجموعات حملت ذات زمن جميل رسائل المجتمع همومه وتبنت آهاته. روبورتاج لحسن هوبان، عدنان صيلاني. تجربة ناس الغيوان وجلجلالة والمشاهب والأرصاد، تجارب غنائية ملتزمة بقضايا وهموم المجتمع، صدحت برسائل هادفة في سبعينيات القرن الماضي، لا يزال صداها يتردد في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الأغنية الهادفة هنا في مدينة الفقيه بن صالح. الأغنية الهادفة أو الأغنية ديال المجموعات الغيوانية، وكنظن هي داس فترات كانت فترات زاهية وكانت فترات، ولكن كتبقى أنها أغنية اللي دخلت للتاريخ المغربي وصبحت التراث المغربي اللي الآن كلشي الإخوان، لا الشباب ولا الإخوان، كلهم تينهالوا من هذه الأغنية ديالت المجموعات. المشاركة ديال المجموعات كانت من ربوع المغرب كامل، وهو درنا هذا المهرجان لنسجل نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي حضور هذا الفن، يعني حاضر بمجموعاته الكبيرة كالسهام ومسناوة مثلا، وحاضر بمجموعاته الشبابية كأنسام وجوالة وغيرها من المجموعات. نمط غنائي يعكس مشاغل الناس وهمومهم، يقربه منظم هذا المهرجان لزوار مدينة الفقيه بن صالح من مختلف الفئات والشرائح العمرية. هذا الفن هو فن راقي، فن هادف عقلاني، كيوصل مجموعة من الرسائل ثقافية اجتماعية سياسية. هذا الفن نحن كشباب، شباب المنطقة وشباب المغرب، نريد الاحتكاك بهذا الفن والتواصل معه والتعرف عليه. إبداع ثقافي وأجواء غيوانية بمثابة رجع لصدى ذلك الزمن الجميل. ثلاثة أيام يحيل خلالها منظم هذا المهرجان زوار المدينة على التراث الغيواني، تراث فني نابع من عمق المجتمع. في الختام إليكم التذكير.